السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحب الساعة في كرافت دا وورد. أدري بكم I don't know how to get through. ثرو شو تبع؟ أنت مهمتك هني تحفر، هاي اللي خلهم برايهم. أنت ما تبغى هاي، ما تبغى تعرف أصلا هاي شو يسوون. انزين، واحد هذا ما عنده، هذا ما عنده، هذا خشب خلنا نبدله. اللي بين يداد بيحصلون معدات قديمة شوي، لأن ما بقعد استعمل معدات قديمة لين انقع الصراحة. اوكي، واخلي اللي يجون عقب يستعملون المعدات اللي قبلهم، نفس ايام زمان يعني يستعملون شو اسمه بناطي رياضة مال اخوانهم السنة اللي بعدها. اذا تذكرون فانتم من الطيبين، يوم كل احد بنطلون ازرق واخضر، تذكرون حسب السنة يعني. ازرق كان ازرق هي. يمكن كان كل حد يلبس بنطلون ازرق عادي يعني، مين المشكلة يعني، نو بروبلم يعني، ابدا نو بروبلم يعني، مين المشكلة. تاسك كومبليت، كولكت ساند، نايس. احلى ما بالتاسكس احنا نحن قاعد نسويها ونحن ماشيين، بس كاكس بي كتلفيل تفرق. وهني نبى نلفل من الالعاب اللي نبى فيها الليفل بصراحة، الألعاب اللي يبغى فيها الليفل. ليش؟ لأن الليفل يعطيني دورف، الدورف هذا يشتغل، كل واحد يشتغل في اللعبة هاي محسوب لك، محسوب لك، محسوب لك يعني. أبا أوصل لين حديد، يلا عبوا الفراغات هاي، ما بتشوفوا له فراغ. يلا مسخرة هذا، ما عليهم مشكلة، كل واحد محسوب لك يعني. لحظة، مسرت انا، كل احد محسوب، كل شيء محسوب. ليش ما نسوي هذا؟ اوكي، نبغى هني يعني، لازم نسوي خط ثاني. ها شو ميلر، اوكي ترى سوالف طافة. عقب شو اسمه بنسوي؟ عقب بنسوي سكافولدنج، اسحب عليهم ها كلهم، طف ايزي بيكون. بس ابى ادرب بين هالثنين لحظة، لان تعدنا وايد، مو بكل مرة بقعد اضرب خطوط. اضعف الليمون يجون عن طريق شو؟ بورتل، من فوق ولا تحت ولا تحت ولا فوق. لا لا لا، مخزون حديد طيب هذا، هذا مخزون حديد، هذا مخزون حديد صراحة. ريبليس ريد بوكس، اوكي ريد بوكس بلد هنا، اوكي خلي يشيلون هاي كلهم. مخزون هذا مخزون حديد، هذا مو شو اسمه، هذا مخزون. بعدين عادي التولز حتى لو اسوي زيادة شوي مو بوايد، بسوي مليون الف تول زيادة، لا يعني كم حبة زيادة مو مشكلة، بينفعنا عقب. بس اني اسوي شو اسمه ما ينفع. لحظة، تعال انت هنا اسوي بالكيلو زيادة ما ينفع، ما بيفيدني وايد، من بخسر موارد على الفاضي بكون، فحرام اخسر موارد. الموارد هني تفرق ويا الواحد. انزين هاي ما نبغى ناكلها الحين، خلاص نبغى الحديد بس، الحين نبغى الحديد. نبغى الحديد، ها شوفوا شوفوا مخزون حديد طيب ترى، حلو حلو. الكونكتنج بريدج وايد حلو، يعني وجود السلم هني ومكان اوكي، على اساس يقدرون يتحركون في الوسط، ما له داعي اصير العوز عمري. واخر شيء ما اسوي اي شيء. انزين،
نبقى ليزر بلوكس طبعا. الباكج هذا هو ماسك هالوين. وين هالوين؟ هالوين الحين نحن اظني هالوين من كل شيء تيم عندنا هالوين اشوفه. بروح ما اعرف ايش الهالوين صدقون ولا تابعه حتى. زين تعال يوه الدرب اللي يونا الحين. موت موت ذبحوه ذبحوه مسخرة هذا ذبحوه. 1 2 3 اكوب لحظة خلنا نشوف كم واحد احنا قاعدين نسوي. اثنين جالس اسوي واحد ثلاثة عم بسوي اثنين غير من هذا وبسوي زين واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة من ستون أكس. فالحول يعني فالحول تعال هني ما يصير مبشر عليك هذا. نحن نبى الحين شو نسوي؟ نبى نشل الحديد هذا كله. في هنا كهف في احتمال يكون في وحوش هنا. ها معظم اماكن تواجد الوحوش الاكهوف اللي نفس هاي هاي الاحمر هاي لقم سبايدرز لو تذكرون احنا ضربناهم يمكن مرة بس ما سويت لهم سالفة وايد في الموسم الماضي. انا بشوف العادة نحن انا ضارب حق اكثر شيء هاي الوحوش حق اكس بي ما ضاربهم حق شو اللي هو لحظة لها قلنا نبغى اثنين من هذا صح ونبغى خمسة من هذا صح. لا مش ثمانية مش ثمانية واحد اثنين ثلاث اربع خمس. انزين الحين في شيء ثاني هنا اسوي اسمه ثينك ايبرون يبغى له حديدة واحدة بس اوكي بس خلاص ما نبغى اكثر. نفتح السلاح نفتح السلاح نسلحهم الجماعة شوي بسلاح اقوى. في العادة انا هيلا ايهم حق اكس بي اكثر من حق شي ثاني يعني انا ما اعتقد ان مواردهم اصلا ممتازة. حتى مثلا لو يكون عندهم موارد ما اعترف مش انه ما اعترف ما اعتقد انها تكون مفيدة كثر الموارد العادية يعني عرفتوا؟ هذا اهم شيء تسريح الحديد. الحين يكون عندك سلاح حديد على اساس العمال يتحملون ضرابة يعني. مساكين يجون هني يدقون على عينهم دق. لحظة في حد عندنا فوق هيا ما دانيهم. انزين اكوب لحظة واحد اثنين نبدل هذا بعد 16 مرة عجيب والله فنان شكله. شوفوا شوف هذا مال شو اسمه جاكسو حركات جاكسو طلع فنان. الهدايا اللي يسعقونها تعالوا تعالوا على فكرة الفنان يسكرتون حلو يعقولنا شي زين. تعالوا مو بيعقولنا سلاح شي سلاحين هم مثلا يعني راعي اسلحة يعني تفهموني غلط. تعالوا بهايل وروحوا زين. هذا شنو؟ والله يتمشى عندي عادي ما عندي مشاكل.
تحديد زيادة قريب، ما نبي احديد وايد اكثر الحين، لا نبى 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 اكثر. كيف ما نبى؟ اثنين خلاص، هاي شوي زيادة اوكي متوازين، ما على بيونا الحين ناس تستعمله، بس ما عندي ولا وورير. شو هذا؟ زين السمتر، هاي سمتر اول واحد اوكي تعال يا ولد، هذا حقك. جاذر ووتر، ابني هني، عندنا ثلج زيادة، يوم عندنا ثلج زيادة ما مو مشكلة، سوي اللي تبون. انا حطيت شي في انهم شو طلبت منهم يبنون؟ سميثنج ايبرون؟ لو بعد قاعد يسوي هو كرافت حق هالسوالف. هو حق شو قاعد يسوي كرافت؟ انه يقول لي هي ما قاعد يعبي، انا اسوي سميثنج ايبرون. ايوه هذا من اهم الشغلات عندي الحين. خشب نبى 1 2 3 4 5 6 بسوي من هذا اوكي. ارشر قلوب بابا عندي حبال مو مشكلة، بسوي شي ابو ودنبو واسوي. كان عندي 2 ولا 3 هنترز، بحطي واحد سبير ونبى ميج. ميج يبغاله شو؟ يبغاله ستاف، ستاف مو مشكلة بنسوي له. لحظة انا شو حطيت غلط، نبى ساند هي. انزين نبى ساند، شوفوا ما عندي فحم وايد، ها قولكم يعني. كنا نبى ارشر جلوف ما سويته زين، ونبى فير اروز ابا، اظني ابى فير اروز. احنا بس سلاح حقهم اهم شي. ارشر جلوف عندي واحد ثاني ارشر، انا بعد ابى 2 ارشر جلوفز، وعندهم بيض خلنا نسوي لهم بيض، اطبخ لهم بدل العيشة التعبانة اللي عندهم، خلنا اطبخ الموجود كله. خلنا ممكن ما با شو بسوي، ممكن سيلفر. ها وين حصلت سيلفر؟ انا بونز روبن ايس فور سنو، شو الفايدة ايس شو اسوي فيه؟ اه اوكي اسوي لوحة هاي، لا اظن ارى مسوي بيت جديد بعد اذا ما كنت غلطان. الحلو في الايس مش نفس الحصى وغيره، مصدر متجدد يعني، ترى مصدر وايد متجدد، كل شيء تم الثلج. اه اوكي خلاص صح، لين ثلج كان غفور رحيمه، ممتاز. الحين بدون يستلمون سلاح الحديد، سلاح الحديد وايد مهم، ويمكن بالنسبه لي انا اقوى ابجريد الواحد يعطيه حق العمال ماله ولا دوارفس. انا وايد اقول عمال صح، مستعبدينهم وايد انا. زين هذا هني بيكون، هذا هني بيكون هني، شوفي ايوه هذي لهم شوفوا. زين انا ما بطلت اظن ينطون هاي المدر كم بلوك، وما اظني مستعدين اللي عندي حق حرب حق هاي، يعني الصراحة يعني اظني ما بيندقون، بيندقون عينهم بعد. المهم هاي كان وقتنا اليوم، سلاح الحديد على اسمه على الدوارفس الحينة، بنشوف عقب سلاح الحديد شو بيسوون، فنشوفكم في حلقة قادمة على خير ان شاء الله.